اسمع مني وخلينا نحفر بالأوضة التانية، أنا متأكدة إنه في دهب. لك انت 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 يا ادري اسمعي مني وفوتي شوفي الخير هو صار مثل الخور اشوي علينا حنفوت عند الجيران. السلام عليكم، نحن هون ورجع حكمي عليك حكمي عليك. لك انا محكمته، انت حكم عقلك وخلص الشغل بسرعه بقى مشان تصير زنجيل. زنجيل انا من بكره بدي صير زنجيل وانزل دور على حدا طيار هي يجي يصلح لي خربنا جوا. لك اصبر شوي، ليش هيك بصلتك محروقه؟ بطلتك محروقه ليش؟ خليتي بالبصله بصله انت تشتري عليها الله يستر عليك. يا ما بدي لك، تعال هون. وين رايح؟ رايح اتغسل. لك نقطع عمرك. وين بيت صار؟ رح نوصل. هذا هو البيت الوصول. ها؟ ايه. اعطيني المفتاح. تفضلي. فوتوا الشنات يا شباب. البيت حلو؟ حلو. هو هذا البيت لعمي، كل ما نزل على الشام بيقعد فيه، وانا اخذت المفتاح منه، طبعا على طول بيخلي الجيران يديروا بالون عليه وينظفوه. المهم الشغل اللي جايين من شانه يمشي. ان شاء الله. انا اكيد انه رح يمشي. ان شاء الله. قولي الله. غلط غلط غلط. ما قدرنا نتعرف على المجرمين سيدي. سيدي الحق على قائد الدورية لأنه ما أخذ حذره بالأساس. نحن اللي الحق علينا. نحن كان لازم نحكم قبضتنا على كل رجال سوريا. شو بتأمرنا نعمل سيدي؟ لازم تمسكوهن واحد واحد. سيدي اطمن، رح نلقي القبض عليهم وبأسرع وقت كمان. رامي